مشاهدينا اهلا بكم معانا وحلقه جديده من زينه وطعم البيوت. هي اخر حلقه اربع قبل رمضان باذن الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وانت راض عنا. بيسعدنا جدا ان احنا يعني النهارده نكون بصحبه دعاء عبد المجيد في يوم الاربعاء. اهلا بك يا دعاء. انا اللي بيسعدني صحبتك. كل سنه وانت طيبه يا نهله. طيبه وبخير. وكل سنه وكل مشاهدينا طيبين وبخير يا رب، ورمضان يكون سعيد وكريم علينا جميعا ان شاء الله. النهارده بنقدم لكم حلقة متنوعة في الفقرات كالعادة. مواضيع الفقرات الرئيسية هنقولها لكم أنا ونهلة بالتبادل، وأول لقاء بيكون عند نهلة. موضوع إيه يا نهلة؟ طبعا بمناسبة إن احنا هنستقبل شهر رمضان خلاص خلال أيام معدودة، فإحنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض البلاد على بعض، فضل بعض الأيام والشهور على بعض، ورمضان هو أفضل شهور العام، فرصة إن احنا نشحذ الهمم مرة تانية، نستعيد إيماننا ونجدده، نعمل خير، نملى نفسنا، نخلي كل ما داخلنا من أشياء وذنوب وأثام، وبعد كده بقى نستقبل التحلية من الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات وبالجو الروحاني الجميل. إزاي نستقبل رمضان وإيه أفضل الأعمال إلى الله وإيه المستحب إن احنا نقوله وإيه المستحب إن احنا نعمله؟ حاجات كتيرة قوي هنعرفها بالتفصيل إن شاء الله في فقرتنا الأولى النهاردة، واللي هقضيها مع كيفية استقبال رمضان اللي بيفصلنا عنه أيام معدودة. كل عام وحضراتكم بخير. أنا بتكلم برضو في موضوع يخص رمضان وهو الخدمات المقدمة للمواطنين من الحكومة بالتعاون مع بعض التجار، زي مثلا معرض أهلا رمضان. هنعرف بيوفر لنا إيه بالظبط. إحنا اللي نعرفه أنه بيوفر المفروض سلع بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها لمحدودي الدخل أو للناس يعني عموما. والمفروض برضو من أسئلتنا، هل توفير السلع بهذا الشكل بيحد من احتقار او جشع بعض التجار وبيخلي الناس شوية تقدر ان هي يكون عندها اكتر من منفذ لشراء السلع، فالاسعار هنا بتبقى في المعقول شوية يعني. معرض اهلا رمضان ومعارض تانية كتير المفروض انها مقدمة من الحكومة. هنسأل اسئلة كتير خاصة بالاقتصاد وتأثيرها على الاقتصاد وتأثيرها على المواطن كخدمة مميزة مقدمة ليه في شهر رمضان. ده موضوع لقائي. ومن الاقتصاديات الاجتماعيات. ايوه. لان البيت السعيد بيقوم على اللمة الحلوة، ورمضان بيخلينا نتلم مع بعض لمة حلوة. عادة كده في الايام العادية ما بقاش خالص في فرصة ان الابناء يتغدوا مع الاب والام او انهم يقعدوا معاهم على مائده واحده، لكن في رمضان كلنا بنتجمع في وقت واحد على الافطار وربما على السحور كمان، فرصه نعرف بعض اكتر، نتكلم مع بعض اكتر، ندي لاولادنا قدوه حسنه في سلوكنا، نعمل حاجه حلوه، نصل الارحام، نعمل عزومات حتى لو مش هنشتري حاجات غاليه، طبعا الاسعار ضاغطه، ولكن حتى في فكره الديش بارتي ان كل واحد يجيب اكل وكل واحد يجيب طبق ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونكلم بعض في التليفونات، اشياء جميله قوي بنفتقدها طول العام، لما يجي رمضان بنفتكرها وبتهل علينا مره تانيه بالبركه. لمه البيت السعيد هي هتكون موضوع فقرتنا التانيه والاخيره في زينه باذن الله. يا ريت والله، يا ريت فعلا ان احنا نستفيد بشهر رمضان الكريم في اللمه ونعيد علاقتنا بالناس اللي هي طول السنه بنبقى مضغوطين من كل ناحيه، فرصه في شهر رمضان ان احنا نعيد اللمه مره تانيه حتى على مستوى الاسره والاقارب. وزي ما نهله بتقول هو الغرض مش انا هقدم ايه بقى على السفره، لا خلاص احنا بنغير يعني التفكير ده وثقافة التفكير دي في اللمة بأبسط الأمور المقدمة أو كل حد يجيب صنف. يا ريت فعلا نستفيد بكده في رمضان. كل سنة وانتوا طيبين وبعوده رمضان دايما بكل خير. بكده احنا قدمنا لكم أنا ونهلة فكرة سريعة عن مواضيع اللقاءات، وبعد الفاصل بتلتقوا مرة أخرى مع نهلة وأولى فقراتها. اهلا بحضراتكم وفقرات زينه واللي بنبداها كالعاده بفقره اخباريه خفيفه. النهارده معانا خبرين في فقرتنا الاخباريه. الخبر الاول بيتكلم عن صندوق ذوي الاحتياجات الخاصه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزياده قدره المالي. اكدت الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ان قيمه صندوق قادرون باختلاف الخاص بالاشخاص من ذوي الاعاقه ارتفع الى 12 مليار جنيه، وذلك عقب
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة 10 مليار جنيه خلال احتفالية قادرون باختلاف. نتمنى أن المبلغ ده يكون يوزع على أنشطة تقدر تنمي قدرات قادرون باختلاف، تقدر تنمي مواهبهم الكبيرة والكثيرة اللي احنا بنشوفها خلال هذه الاحتفالية كنموذج واحد من المواهب الكثيرة اللي بيمتلكوها ومن قدرتهم على المشاركة في المجتمع. الخبر الثاني النهاردة جاي لنا من وزارة التموين، وكل الناس حاملة هم الأسعار والزيادات اللي بتحصل فيها. حتى الآن بنشوف انخفاضات، لكن انخفاضات طفيفة بعد يعني صفقة رأس الحكمة، لكن الناس عايزة المزيد ومحتاجة انها تطمئن الى مستوى الأسعار، وده اللي بيعمله دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لأنه صرح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح احدى السلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية بحي الأسمرات انه خلال فترة من شهر لحوالي 6 أسابيع هنجد انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بنسبة 25%. طبعا دي نسبة كبيرة جدا منتظرينها، أكيد هتفرق معانا جدا كأسر مصرية. وأكد دكتور علي المصلحي أن الفترة المقبلة هتشهد رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، نتمنى ذلك حتى نبلغ رمضان ونحن في رضا وفي سعادة، وحتى لو الأسعار غالية شوية برضو الرضا من الله والرزاق هو الله. الاطمئنان بده هيخلينا نقدر ندخل رمضان وكلنا أمل وتفاؤل. بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن هذا الشهر الكريم في أولى لقاءاتنا، هنتكلم كيفية استقبال هذا الشهر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعالوا مع بعض نشوف جمال رمضان وتميزه وما يجب أن نستقبله به. أهلا بحضراتكم. أي واحد فينا لو عنده امتحان أو عنده لقاء مع مديره في العمل بيلبس أحلى ما عنده، بيستعد استعدادات خاصة علشان يقابل مديره أو يدخل على الامتحان. وإحنا كمسلمين كلنا عندنا فرصة كبيرة جدا للقاء المولى عز وجل في شهر رمضان، للتقرب إليه، فلازم نستعد لهذه الفرصة. إزاي ندخل رمضان، ندخل الشهر اللي بيصفط فيه الشياطين وبيسلسلوا وبتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، معاني كبيرة جدا. إحنا داخلين على حاجة مهمة قوي، إزاي نستعد لها؟ إزاي نعد نفسنا علشان نغتنم من خيراتها ونعظم شعائر الله فيها وهذه الأيام الجميلة؟ معانا الحديث عن شهر رمضان وفضله وكيفية استقباله النهاردة الأستاذة الدكتورة روية خليل الواعظة بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا حبيبتي، وكل سنة وحضرتك بخير وشعب مصر كله بخير، رئيسها وشعبها وكلنا إن شاء الله، ويعيد علينا الأيام كلها بخير إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. كل سنة حضرتك طيبة. طبعا شهر رمضان شهر عظيم وفضله مذكور في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزين نذكر السادة المشاهدين بأهم ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل شهر رمضان الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. الحق سبحانه وتعالى لما كتب علينا الصيام قال: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحق أوضح لنا الهدف من الصيام وهو تقوى الله، لكن بداية كيف أستقبل هذا الشهر؟ لابد أن تكون هناك توبة أولا إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان كل إنسان أعلم بحاله، ربنا قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فكل واحد أعلم بحاله. نبدأ بداية من الآن توبة إلى الله سبحانه وتعالى علشان نستقبل هذا الشهر العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه من الأشهر كلها ووضع فيه حكم من الأحكام وهو الصيام استقبالا لهذا الشهر. كما أن احنا طبعا بنزين الشوارع والطرقات والبيوت لاستقبال هذا الشهر، لابد أن تزين القلوب بالعفو والمغفرة والعفو عن كل من أساء، وتزين بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بحيث أن هذا الصدر يكون خالي من كل الضغائن في استقبال هذا الشهر الكريم. جميل. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفضت الشياطين، أي سلسلة الشياطين، وينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ربنا سبحانه وتعالى من علينا واصطفى هذا الشهر محبة ورحمة منه لعباده الصالحين. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب إحنا الصيام خلاص مفروض، لكن حتى لو الإنسان أصيب بمرض وما قدرش على الصيام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب مش قادر يقيم، يبقى من قام ليلة القدر. كل هذه
هذا التدرج في العبادة دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لعباده، ودليل على أن ربنا فعلا جعل هذا الشهر أوكازيون للحسنات. يا باغي الخير أقبل، فالناس تقبل على الله بقلوب ملأها الحب، بقلوب ملأها الرغبة في العتق من النار، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إيه اللي يخليني أعتق؟ النية اللي أنا داخلة بيها. عشان كده بدأت بالتوبة. التوبة هتعقبها نية خالصة لله سبحانه وتعالى. الإمام النووي لما جه يتكلم عن النيات في الأربعين النووية قال إنما الأعمال بالنيات. الحبيب المصطفى يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أنا حنوي إن حصوم هذا العام غير كل الأعوام السابقة. أنا الله يا رب أنا هعبدك هذا الشهر كما لم أعبدك من قبل، فأدخل إلى الله سبحانه وتعالى من باب الحب، من باب القرب، من باب الود إلى الله، من باب الرغبة في العتق من النار. فربنا يفتح لي هذه الأبواب كلها ويمن علي بإني أصوم هذا الشهر صيام الجوارح. يختلف بقى الصيام عن كل عام من الأعوام السابقة، لأني في سباق مع نفسي، نفسي الأمارة واللوامة والآخرة. أنا داخلة كل رغبتي إني أعتق من النار، فحتكون النية لله خالصة وأسابق بالأعمال الخيرات. أخلي يومي كله لله وليل كله لله. جميل جدا. يعني أوفيتي حضرتك. الله يبارك فيك. ولكن يعني كل ده بيسير في اتجاه مهم جدا. حضرتك أوضحتي الهدف الأساسي من الصيام. نعم. وهو التقوى. فهو نعم. إيه؟ يعني هو ده المفروض منه. نعم. إحنا مش بنصوم لأي سبب غير إن إحنا يعني إيه نتقي الله ونحصل على هذه التقوى في قلوبنا. نعم. وقلت حضرتك إن استعدادا لرمضان لابد من التوبة. نعم. التوبة والتسامح ده هو ده ما يسمى بالتخلية قبل التحلية. أحسن. يعني ما هذا المفهوم؟ نشرحه للسادة المشاهدين. طبعا هي طبعا التخلية أني بخلي قلبي من كل الشوائب اللي قد تعلق به علشان أحلي بهذا الشهر العظيم. والتقوى معناها إيه؟ أن يجدنا الله حيث أمرني ولا يجدني حيث نهاني. أنا بعمل كل أعمالي وفق مرضات الله سبحانه وتعالى ووفق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحدخل في رمضان في مدرسة النبوة، أشوف أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي كان النبي بيصوم في رمضان؟ إزاي النبي كان بيتعامل؟ نهار رمضان بالنسبة للنبي إيه؟ ليه رمضان كان بالنسبة للنبي إيه؟ فلما أتعلم هذه الأخلاقيات هقدر أدخل بهذا الشهر فهأكون عبدا ملائكيا. ملائكيا بمعنى إيه؟ إن هتبقى روحي غالبة، الروح غالبة ومتعلقة بالله سبحانه وتعالى. النهار صيام والليل أنس بالله سبحانه وتعالى، محبة في قراءة قرآن، استحضار النية بإني كل ما بعمله خالص لوجهك الكريم يا رب، وأقول له يا رب تقبلني ارضى عني، فيمن علي بليلة القدر. يا رب. أمين يا رب. هناك يعني سنن كثيرة للصيام الناس ممكن تغفل عنها فيما يتعلق بالسحور، بالإفطار، باستحضار النية في أشياء بنعملها. فإيه السنن المنسية اللي يجب أن يحرص المسلمون على أدائها؟ هي النية رقم واحد في أن أنا حصوم إن شاء الله هذا الشهر. أني عند الإفطار الناس كثيرة بتبقى جعانة فبتنسى، بتنسى حتى تسمي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا إزاي نبدأ الصيام، نبدأ الأكل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلطة للطعام وسلطة للشراب وسلطة النبي. ما خلش يعني ما تخلش بالتخمة على أني ما أقدرش، لأن كل ما قل الطعام هو الصيام أصلا. لما الواحد بيأكل الوجبة واحدة اللي هي الفطار، الروح بتسمو عن الجسد، لأن الجسد من التراب والروح سبحان الله بتسمو. كل ما قل الأكل وكل ما زاد الذكر والتسبيح والدعاء تلاقي الإنسان نفسه ترقت إلى الله سبحانه وتعالى. تلاقي الذكر على طول لا ينقطع، الرغبة في الصلاة بدل ما كنت بصلي في خمس دقائق بقوا سبعة بقوا عشرة. شعرت بلذة الأنس من الله سبحانه وتعالى، بدأت أشعر بلذة الصلاة. بدل ما أقرأ الفاتحة في ثلاث دقائق بقيت أقرأها في عشر دقائق، لأن لقيت الصلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمني. وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فأبدأ أقرأ وأرتل في الصلاة كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ بتؤدى وأستشعر وكأن المولى سبحانه وتعالى يرد علي في كل ما أقوله. فأبدأ القلب يتغير، الملامح كلها تتغير، أخش لله سبحانه وتعالى من باب التقوى اللي ربنا أراد به الصيام بداية، فيشعرني الحق سبحانه وتعالى ويمنحني هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر. ولمثل ذلك فليعمل العاملون. نعم. وليتنافس المتنافسون. نعم نعم. طيب ده يعني كل ده يعني حضرتك قلتي كلام جميل قوي عن صيام الجوارح كمان. نعم نعم. لأنه الصيام ليس صياما أو امتناعا عن الطعام والشراب فحسب. نعم. إيه هو صيام الأذن، صيام اللسان، صيام الإيدين، صيام الرجلين؟ يعني كل جوارحي لابد أن تكون صائمة. نعم. استحضار فكرة الصيام في كل عمل بقوم به وفي كل حركة من حركاتي ممكن يكون ازاي؟ ده لما دخلت لله سبحانه وتعالى من باب التقوى، اذا هفعل اسم الله الرقيب. اسم الله رقيب هيكون معايا في كل شيء انا بعمله. بمعنى ايه؟ عيني بتنظر الى ايه؟
إلى ما أراد الله ولا إلى حرمات الله. أذني لا تسمع إلا ما أراد الله. يدي قدمي كل مكان أنا بروحه وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. فأوصل إلى مرتبة الإحسان أن أعبد الله كأنني أرى، كأن ربنا قدامي في كل شيء فعمله. فهستطيع من خلال هذا كله أن أصل إلى صيام الجوارح. وأكبر دليل على كده ربنا سبحانه وتعالى النبي يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون. في الجنة باب، يعني مش قبلها، لا ده جوه، يعني كل العباد دخلوا الجنة، لكن في داخل الجنة باب لمين بقى؟ للناس اللي صامت خصوص الخصوص. فهذا الباب سمي باب الريان. لمين يا رب؟ قال لك للصائمون. أنا طب ما أسكوا لا صايمة، لا ده أنا صمت وكبحت نفسي وقدرت أفطم النفسي على الهوى فدخلت من هذا الباب. وليه سمي الريان؟ لأن بيروي ظمأ القلب والنفس من كل عصمة عصمتها مقابل ان ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى. فادخل من هذا الباب وارتوي ويروى هذا القلب من الظمأ برضا الله سبحانه وتعالى داخل الجنة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فبقى الجزاء ده يعني عند ربنا احنا مش عارفين حتى شكله إيه. فالجزاء من عند ربنا أكيد حيكون حاجة جميلة جدا. هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى غفار، يعني بيعفو عن الناس ويغفر لهم في هذا الشهر الكريم وفي كل ليلة له عتقاء من النار. احنا لازم كمان نستحضر هذا المعنى الرباني في سلوكنا ونغفر ونسامح لمن حولنا. فكرة التسامح، فكرة يعني ايه اذهبوا فانتم الطلقاء اللي علمها لنا النبي مع الناس اللي عدوه حربوه ويعني يعني ضربوه وشتموه اهانوه عملوا حاجات كتير قوي لكنه تركهم عند دخول مكة. ازاي انا كمان اقدر اعفو، اقدر اغفر علشان يغفر لي؟ ما انا لن استطيع ان اصل إلى ليلة القدر كما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، علمني يا رسول الله إذا كانت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال أنك اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. فحطلب العفو وأنا مش قادر أعفو. ما هي دي من الحاجات اللي لازم أدخل تطهير القلب من العيوب، تطهير القلب من الأمراض علشان أقدر أدخل لمدرسة النبوة بهذا القلب. الموضوع محتاج جهاد، لأن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا بجاهد نفسي قبل رمضان، فلان أسألي فلان عمل لي وفلان ولا وده قطع رحم وده، انا بجاهد هذه النفس ابتغاء مرضات الله. فادخل لربنا سبحانه وتعالى بهذا القلب الشافي عشان لما يمن عليا اقول له يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، افتكر ان انا قلبي ده زي القصة البيض أبيض تماما ما فيهوش أي ضغائن ولا أحقاد لحد، فأصل إلى هذه المكانة لله سبحانه وتعالى. والحقيقة التسامح بيريح يعني اللي بيتسامح أكتر من اللي حواليه. لأن أنا عايزة سلام نفسي واستقرار داخلي وده لا يحدث إلا بالتسامح. فنتكلم كمان عن فكرة صلة الأرحام وقد إيه فكرة جميلة. ناس كتيرة قوي بتقول لا أنا مش حازم حد خالص في رمضان عشان أتفرغ للعبادة، وممكن يكون العبادة أهم نوع من أنواع العبادة هو صلة الأرحام وإن أنا أبر الناس وان انا اجمعهم على طعام وكمان بفطر صايمين. يعني حتى لو هم مش محتاجين ولكن ده يعد افطار صائم كمان. فكلميني حضرتك عن صله الارحام وازاي ممكن اجمع عيلتي على مائده رمضان ابتغاء ايضا لمرضات الله. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر فيه صائما كان عتق. انا ما انشغلش بنوع الطعام اللي هيقدم، انا بنشغل قد ايه انا بعمل فرض من اللي ربنا فرضه. ربنا قال الرحم معلقه بالعرش، من وصلها وصلني. فلان زعلان مني وهو ما بيسالش، انا دخلت الشهر ونويت ربنا سبحانه وتعالى هيفتح قلبه يشرح صدره بالنيه. انا جايباهم عندي نفطر صله الارحام تحقيقا لمراد الله. والنبي ربنا قال واجعلوا من بيوتكم قبله. خلصنا يلا يا جماعه نصلي جماعه، يلا نصلي المغرب جماعه مع بعض، ما تيجوا نقرا النهارده جزء من القران، تيجوا نفصل الجزئيه دي، تيجوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى يريد ايه. ربنا قال افلا يتدبرون القران، نقعد نتدبر ونشوف ما خلف الايات ونجعل هذه الجلسه لله سبحانه وتعالى. تخيلي بقى في مجلس بتحف الملائكة وهم أهلي وصلتي ورحمي، ربنا سبحانه وتعالى أي فتح وأي إشراقات وأي عطايا ربنا يمن علينا بها في هذا الوقت. يا رب يمن علينا جميعا بهذا الفتح العظيم ويكون من المقبولين والمعفو عنهم في رمضان بإذن الله. بشكر وجود حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لك رمضان مليء بالبركة والخير يا رب. دكتورة رؤية خليل الواعظة بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك بخير ولحضرتك بالمثل وزيادة. آمين يا رب. ده كان كلامنا عن رمضان اللي كلام عنه لا ينضب لأنه نبع لا ينضب من العتق والمغفرة والخير وتغيير القلوب للأحسن. خلينا نشوف بقى جزئية التجمع على مائدة رمضان واللمة في رمضان وتأثيرها على البيت السعيد. دايما حريصين في زينة على أن بيتنا يكون أسعد بيت، والبيت السعيد ده باللمة بيبقى أسعد. فائدة لمة رمضان بعد هذا الفاصل.